مرحبا وبيك عايشك عاش بنتي. نحكيه اليوم على موضوع انت حكيت فيه في السابق وجيتنا حبيت تعاود تحكي فيه وحبيت توصل صوتك. انت من الناس اللي جبت في نهار من نهارات عندك وليد ولدته في سبيطار وسيله بورقيبه، قالوا لك مات، لكن بعد سنين اكتشفت اللي الحكايه اخرى. سنين انا قاعده في الدار وهو سبيطار قالوا لي مات، وقعدت على روحي وبكيت وسكت على روحي. اعطيني ندفنوه، وانا قالوا لي احنا ندفنوه مش كنتي يا ولادي كيفاه، قالوا لي احنا ندفنوه. روحت وسكت على روحي. بعد الحكايه 20 سنه ولا قديش جاني بستاجي دق الباب. دق الباب قال لي انت يا امي فاطمه؟ وقلت له هاك تعرف اسمي، هاك تعرف اسمي يا وليدي؟ قال لي، قلت له وي انا هي امك فاطمه. وراجلك محمد بن عمار؟ قلت له وي محمد بن عمار. علاش؟ قلت له. قال لي عندك ولدك في السياد بعث لك ما برشا ملايين. لا وليدي، قلت له غلط، ما عنديش ولدي في السياد، انا بالحق ما عنديش، عندي طفل مات في السبيطار والاخرين وليداتي عندي، ما عنديش سيد. يا بنتي خذ هالماده باسمك واسم راجلك. لا قلت ما ناخذهاش. وقتها ما جاش في بالك اللي نجم يكون ولدك حي؟ لا ما جاش لبالي، عاد انا اللي هما سرقوه وباعوه السبيطار ما جاش لبالي. توا اكتشفت اللي معناها ندمت اللي ما خذيتهاش. بعد الحادثه هذيك والفلوس ما خذيتهمش، مشيت خرجت مضمونه؟ مشيت خرجت مضمون من بلدي، قالوا لي حي. نرجع بعد 3 4 ايام طلع مضمون اخر، قالوا لي هذا حي. زي طلعت 2 اخرين قالوا لي حي. سلمت عاد عرفت اللي هو حي؟ حي حسب الوثائق. اي عرفت مال شنو هو احساسك كأم؟ احساسك كأم هو ينجم يكون حي غادي، وهو اللي اسمي على خاطر مقيد المضمون نتاعو باسمي انا. اي المضمون باسمي، طلعت مضمون لقى اسمه واسمي واسم بو. هكا انا ولدت نهار 7 في السبيطار. 7 قداش؟ نهار 7 وكهو، نهار 10 مشى قايدو بشير السالمي من السبيطار، مشى قايدو في البلدي. اسمه بشير السالمي اللي قايدو. يقايدوه؟ اي، اسمه من البلدية قالوا لي راه، كي عطاوني المضمون، قالوا لي مش كنتي قايدته، قلت لهم انا، قالوا لي مات، كيفاش قايدو؟ جا قالت لي واحد اسمه بشير السالمي من السبيطار، هو اللي قايد الحالة المدنية بتاعو. اي. ما سالتش وما لوشتش شكون هذا بشير سلمي اللي من السبيطار؟ يخدم في السبيطار هو. يخدم في السبيطار باش تساله، باش معناها كيفاش قايده هو؟ عليه وقت الزمان هذاك مات ولا حي ولا ما نعرف عليه. اما انت المشكله اللي في السنوات الاولانيه ولا في الشهر الاولاني صدقت اللي هو توفى. اي صدقت اللي هو مات معناها، وروحت قال لي راجلي هذاك ما يكذبوش عليك هذاك هو مات. روحت. الشكوك هذيا والمعرف، معرفت انه نسبه كبيره يكون حي، عرفتها مازال راجلك حي ولا بعد ما توفى؟ شكون؟ راجلي عاد مات من بعد، مات. لكنك عرفت ان ولدك ينجم يكون حي بعد ما توفى راجلك ولا قبل ما يتوفى راجلك؟ لا قبل. قبل؟ قبل. ليه؟ ما قالكش لا وجع عليه؟ قال لي يا بنتي هذاك يمكن واحد غالط. قلت له عاد غلط يجيب اللقب نتاعك واللقب نتاعي؟ كيف ما تجيش؟ ليه؟ اللقب نتاعك انت صحيح وانا صحيح، جابوا الراجل ويمد لي في الورقه يقول لي خذها راه وشيك راه فلوس ابعث لك. لا لا قلت له ما عنديش وسياد، انا مادام ما عنديش كون في سياد ولا في فرنسا ولا في ايطاليا، وانسان ما نعرفش اللي عندي طفل غادي ما نجمش ناخذ فلوس، انا دخلش الحرام على ولادي. انت عندك شك اليوم بعد سنوات قلت لي وقت اللي مشيت نطلع في المضمون وقالوا لي حي، وقتها عاد ندمت اني ما اخذتش فلوس، عرفت اللي تبيع وعرفت كل شيء، لعبت لعبت. وثرنت وقتها كالعام هذاك الناس كل جاي تطلع في المضمون لولادها يلقاهم حي. نسيت تباكر في البلديه. نهار اللي مشيت انت تلوجه؟ اي ثم امراه بنتها قالوا لها بنتها ماتت وهي طلعت حي، وبرشا اولاد زاد طلعوا حي. فما اللي لقاوهم، ثم اللي لقاوهم عملوا ومشاو لعلي كل تسمعش بيها علي، ثم اللي علي جاب لهم اولادهم. انا كي مشيت قالت لي المراه تعطي 100000، ما حبش تدخلني، ما عطيتهاش 100. انت ما حاولتش تتصل يعاونوك جيرانك شكون في الخارج؟ نجمش تعرف؟ لا. نجم تعرف شكون بالاسم هذاك في السياد؟ ما عندي حد. في القنصليات تنجم تسال؟ ما نعرف حتى حد انا. القنصليات اصلا ما نعرفهاش وين جيت. دي حتى القنصليه ما نعرفش وين جيت. القنصليه ما نعرفش وين جيت انا. خاطر مانيش قاريه وعمري ما قريت وعمري ما دخلت مكتب. القنصليه اصلا ما نعرفهاش حتى وين جيت باش نشكي. الفلوس هذيك تو كي ترجع لشكون تمشي الفلوس هذيك اللي بعثها؟ ما نعرفش بالضبط شنو مصيرها، ممكن تنجم ترجع المعني بالامر ينجم يجبدها خاطر. هو يمكن يمكن. تخم تحب تجبد الفلوس هذيك؟ ما نمشيش نجبدها عاد تو بعد قداش من سنه. معناها مشيت للبوستة قالوا لي لا ما فما شيء. تي هكا شدت شدة في ربي بنتي واللي يعني لنا ربي احنا تحت. واللي مش عاملة؟ كيفاش عايشة مع بنتك؟
قاعده عند بنتي صغيره في دارها مع رجلها مع بنتي. وداري طايحه غادي قاعده على روحها طايحه. عندي مشكل فيها. حب لها برشا فلوس وانا ما عنديش. راجلي كان عامل يوميه رحمه. وكها واليوم فاش هاكي ما شاء الله حتى الحتة وساك صغير وماشي كنت الحمامة؟ امبارح مشيت الحمامة صح صح مغرمة بالحمام كل جمعة لا بد تجي الجمعة نمشي الحمام هذه عادة عندي وفي الصيف نغسل في الدار اي ورمضان شنو العادات اللي تعملها؟ والله شو نقول لك احنا ناس مشنا غنية على قدنا كتبات ماكلة نسخنوها ناكلوها ما نلوحوش لا والخبز ناكلو قدي ناكلو ناكل شطر باقيت نشري شطر باقيت ما نلوحوش الماكله لا حرام خاطر وعايشين كما عايشه العباد فين عايش فين حياتك كامله عايشه باب سويقه ولا فين عايش؟ مش كيما الغنية اما مستورين مستورين وبر طيب مع بنتك اليوم في الشغل سحوري ديما كل رمضان كامل كاس حليب نشرب ماء ونرقد ما ناكلش الماكله في الليل لا في الليل ما عادش ناكل الماكله نشرب كاس حليب ونرقد. قبل ولا من اليوم؟ لا من قبل. حتى من عندي كاش نشوف فيها نقصت. تصرفك ضعفت؟ في رمضان نقصت شويه اي. وفي السحور ناكل البريكه وشويه حليب. يا ربي قلت شويه حليب ناكل البريكه وتراي في الشربه. وكان عملت سلطه مشويه ناكل قديمتين نشبع هكا. وطيب مع بنتك ولا ما طيبش؟ انا طيب. انت اللي طيبه؟ اي. صح عليها انا طيب. شنو اكثر الاكلات اللي طيبها؟ نحب نشرب الشعير كل يوم. اي ونطيب شويه قدين ياكل ما نحبش نطيب زايد ونلوح. نطيب شويه. طيب وتشيشه تشيشه. شويه وبنين خير من طيب برشا وهي ماسطه. خير من اي خير من نعمل برشا وهي ماسطه وتبذر حرق. اكيد. ما نحبش الخبز يبيت ولا يتلوح نبدا نغزل. هما برشا يبذروا. لا مش باهك. بالعين ياكلوا. لا 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 حرق. ناكلوا قد نشري وقد لي ناكلوا هكاك اليوم شوش طيب مثلا الحم هو اللي غالي مانيش نشريو فيه الحم غالي نطيبوا بسكلب شربوا بسكلب الطيب بحنا بكري بكري كان الحم كيلو دينار ونطيبوا شربوا بالحم ونطيبوا المصلي ونطيبوا تو ما عادش ناكلوه الحم العلوش روحوا بعيننا معلق وروحوا اي لا ما نجموش كله ب 40 دينار ياسر والبنان تراها بعينك زاد غالي والتفاح غالي حاسين لو ناكلوا كعيبة برقدة كعيبة نتمر يا ربي ولك الحب اليوم شوش طيب اليوم ونضحك ونلعب وليا شوش طيب اليوم اليوم مانيش باش نطيب ضيفة عند بنتك الأخرى؟ اي اي بنتي كاري هنا هاي ضيفة عندها على ذاك ماشي توساك ومركب رجله ماشي اش باش نعمل هنا نحوس ناخذ شوية طماطم وفلفل الأخضر باش نعمل لها سلايطة مشوية اي قالت لك قد هنتي سلطتك بنينة وكاهو ديما ماكلت الأم بنينة اي 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 احنا قبل ما عندنا خبرة على التطيب راهو اي واحنا زاد ديما نسانسوا بماكلة امهاتنا. اي بنينه ياسر ماكلة الدار. نحب فيما حلال هكا نطيبوا نطيبوا حاجات زمنيه تاع قبل. تاع توا ما نحبوش انا. هكا اللي يقول لك اشري كلام فريش واشري هذاك ما ناكلوش انا. انا نحب العربي. شكرا لك وشاي طيبه. يا عايشه.